فلسطينيا اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتي الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق بالضفة الغربية بالعمل على نشر وباء كورونا، وأضاف الشتي أن هناك دليل على قيام الجنود بذلك. ما شاهدناه من بعض الجنود يحاول نشر الفيروسات على مقابض السيارات إنما ينم عن تربية عنصرية وحاقدة من أشخاص يتمنون الموت للآخر، ولقد تم توثيق ذلك وسيدخل هؤلاء في سجل الإجرام. كذلك أعلن شتي أن الحكومة الفلسطينية ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، وأضاف شتي أن الأيام المقبلة ستكون صعبة نظرا لما يعانيه العالم من تفشي الفيروس وانخفاض الإيرادات للحكومة بنسبة 50% جراء الوباء. بخصوص الوضع المالي والنفقات، أمامنا ثلاث أمور نحرص عليها في هذه المرحلة. أولا، الحفاظ على قطاع صحي فاعل يلبي الاحتياجات. ثانيا، دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة، خاصة أن هناك زيادة في انكشاف الأسر المعوزة والتي أصبحت تزيد عن 106,000 عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة، ومنها أكثر من 70,000 عائلة من قطاع غزة. والأمر الثالث، رواتب الموظفين واحتياجات الأجهزة الأمنية. كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن هناك شحا في مستلزمات فحص عينات الفيروس في الأراضي الفلسطينية، وقال الشيخ في تغريدة على تويتر إن الحكومة الفلسطينية تسعى لجلب اختبارات هذه العينات من الخارج. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بالضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 106. وينضم إلي عبر خدمة سكايب السيد خالد حسين خضور، وهو عضو لجنة الطوارئ العليا في بلدة بدو. سيد خالد، بلدة بدو من قرى شمال غرب القدس هي من أكثر المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا، حدثنا عن آخر الأرقام هناك لديك، وهناك أيضا حالة وفاة سجلت في الأيام الأخيرة والإجراءات المتبعة هناك بشكل عام. في بلدة بدو قبل 3 أيام تم اكتشاف حالة اللي هي اللي تحدثت عنها، حالة الوفاة. طبعا انتقلت إلها عن طريق أحد العاملين اللي كانوا بالداخل، كانوا يشتغلوا بالداخل، كان يتردد على أمه وانتقلت لأمه، وكانت أمه مريضة وتراجع المستشفى وما حد كان عارف إنها معها فيروس كورونا. لهذا السبب اكتشف الفيروس معها صباحا ومساء توفت. طبعا نقلت العدوى لحوالي 12 ل 13 من افراد العائله، وبعدها بيومين يعني وصل العدد في بدو ما يقارب حوالي 20 اصابه في بدو. وطبعا في نسايب في بلده مجاوره لبدو قطنا، نتيجه المخالطه انتشر لهم الفيروس، وبالاضافه لحاله او حالتين كمان اليوم بينت كمان حالتين في قريه الكبيبه المجاوره لبدو، كلها نتيجه المخالطه اللي صارت مع السيده اللي في بدو. طيب الاجراءات التي اتخذتها السلطه الفلسطينيه بشكل عام في هذه القرى من حجر صحي واغلاق لطرقات، ما هي وهل هي كافيه لعدم انتشارها اكثر؟ السلطة قامت بواجبها على أكمل وجه، وكل التحية للأجهزة الأمنية وللجان الطوارئ اللي قامت بدورها على أكمل وجه، بالإضافة لكل الشكر لرئيس الوزراء الفلسطيني اللي سمعناه قبل شوية، ولإجراءاتها اللي هدفها الأساسي المحافظة على المواطن الفلسطيني والحد من انتشار فيروس كورونا في مناطقنا. وطبعا لأن بده كان نص يعني عدد المصابين كثير، الإجراءات في بده بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وما بين كافة مؤسسات. لكن كيف يسير الناس هناك حياتهم بشكل عام، حياتهم اليومية؟ لأنك كما تعلم هناك طريقة أو طريقين عمليا فقط تؤدي إلى هذه القرى والبلدات، والآن عندما يتم إغلاقها يعني كيف يمدون أنفسهم بالمستلزمات سواء طبية أو غذائية وغيرها؟ هناك لجان طوارئ متخصصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الموجودة من شرطة ومن باقي أفراد الأجهزة من أجل إدخال المواد الأساسية، وما بننسى كمان دور
الأخ رئيس الوزراء، وزارة شؤون القدس، كل المؤسسات الفلسطينية بتكون بواجبها على أكمل وجه من أجل استمرار الحياة في منطقة شمال غرب القدس وبشكل خاص بده. بس اللي بحبه يعني اللي يتم توضيحها إن العدوى إجت نتيجة عمال بيشتغلوا بالداخل. هذه سؤال الأخير يعني لك، هذا سؤال الأخير لك ولكن بعجالة لضيق الوقت. أنت تعلم بأن سكان كثيرون من تلك المناطق هم يعملون في الجانب الإسرائيلي، كيف تمت معالجة هذا الموضوع؟ هل جميع العمال الذين في الجانب الإسرائيلي بقوا هناك والعمال المتواجدون منعوا من الخروج؟ مفترض العمال اللي دخلوا وتم السماح لهم بالدخول وتوفير أماكن للمبيت، يعني اللي تم اكتشافه أنه لا يوجد أماكن مناسبة فاضطروا يرجعوا، ومفترض قبل ما يتم إعادتهم مفترض يتم فحصهم على الحواجز إن هل هم مصابين ولا غير مصابين. يعني لما وصلوا عندنا لمناطقنا بين إنهم مصابين بدون يعني ما يتم اكتشافهم، يعني على حاجز العودة لم يكن هناك فحص كافي ولم يكن هناك فحص إطلاقا وهم عائدون إلى منازلهم. الأمر الصحيح إنه يتم فحصهم، عدا عن ذلك إن عدد من الحالات تم إلقائها على الحواجز، يعني بدل ما يتم علاجها بما انه عامل موجود بالداخل داخل اسرائيل مفترض يتم فحصه قبل ما، لان اي عدوى بتنكل عنا بدها ترجع للداخل واي عدوى من الداخل ترجع عنا، يعني يعني احنا في نوعا ما ترابط يعني وما بدنا انتشار العدوى. ومفترض العمال يتم المحافظة عليهم، محافظة على حقوقهم، حتى العمال اللي انقطعوا عن مصادر رزقهم ان يعني اصحاب العمل والمشغلين الاسرائيليين يحافظوا على حقوقهم، ان العامل خاطر بحياته من انه يدخل ويشتغل جوا. وصلت الفكرة. سيد خالد خضور عضو لجنة الطوارئ العليا في بلدة بدو وهي من قرى شمال غرب القدس، شكرا جزيلا لك.